في كل تغطية دوما تجدوننا، من نور لقياكم تسمو شاشاتنا. في كل تغطية دوما تجدوننا، من نور لقياكم تسمو شاشاتنا. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا، منكم لكم وبكم دوما نحن هنا. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا، منكم لكم وبكم دوما نحن هنا، دوما نحن هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، وحياكم الله واسعد الله جميع أوقاتكم بكل الخير. اليوم كاميرا نحن هنا متواجدة في أحد الملتقيات في ملتقى وهج الموسم، واللي كان بعنوان مطار وهج الدولي. طبعا هذا الملتقى هو خاص بالأنشطة الطلابية، يعني مهتمين في الطلاب واستثمار أوقاتهم في إجازة الصيف بالتحديد. فبالتالي خلوكم معنا في هالتغطية اللي فيها من الفعاليات وكذلك من الفقرات المتنوعة، لذلك خلوكم معنا ولا تروحون بعيد. في كل تغطية دوما تجدوننا، من نور لقياكم تسمو شاشاتنا. في كل تغطية دوما تجدوننا، من نور لقياكم تسمو شاشاتنا. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا، منكم لكم وبكم دوما نحن هنا. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا، منكم لكم وبكم دوما نحن هنا، دوما نحن هنا. يوم العيد يوم العيد يوم العيد يوم العيد، المعاشات ما تكفي لقيمة الطالي، بربري عادي سعر الاسترالي غالي. تكفي لقيمة الطالي، بربري عادي سعر الاسترالي غالي، يمسلي على خاطري الله يا مفلسني ويا فاقري، ويا مسلي على خاطري اوه يا مفلسني ويا فاقري. يا لا لا ويا لا لا، 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 يا لا لا ورايا. خذ غترة وكوفية، خذ غترة وكوفية، والثوب قبة ملكية، والأسعار عالية مرفوعة مية مية سوا. خذ غترة وكوفية، والثوب قبة ملكية، والأسعار عالية مرفوعة مية مية. يا مسلي على خاطري الله، يا مفلسني ويا فاقري آه، يا مسلي على خاطري آه، يا مفلسني ويا فاقري. يوم العيد يا لا لا ويا لا لا، 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 يا لا لا ويا لا. بالله يا عمي حسن، بالله يا عمي حسن، زوجني بسعدية، والله لك سها حرير، وادفع مهرها مية. صوت. بالله يا عمي حسن، زوجني بسعدية، والله لك وادفع مهرها مية. يا مسلي على خاطري آه، يا مفلسني ويا فاقري آه، يا مسلي على خاطري، يا مفلسني ويا فاقري. يوم العيد يا لا لا ويا لا لا، يا لا لا ويا لا لا، يا لا لا ويا لا لا، يا لا لا ويا لا. يوم العيد 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 يوم
العيد يوم العيد دوما نحن هنا دوما نحن هنا ترحيب تمات بدل الآن نجوات اللي لهم في دفتر الماجد عنوان بل ملتقى اللي حبه اليوم ما زاد ما به مجال للزيادة ولو كان يا ذا الوهج والكل يا ناس شهاد ان المحبه ما تقدر بالاثمان شف من غلاكم كم تجمع من اعداد وشف من غلاكم شالوا الرابع قيفان هذا شعوري والمخاليق شهاد ان المحبه ما تقدر بالاثمان هذا شعوري والمخاليق شهاد ان المحبه ما تقدر بالاثمان هذا شعوري والمخاليق شهاد ان المحبه ما تقدر بالاثمان دوما نحن هنا دوما نحن هنا. في البدايه حاب اسالك عن انطباعك عن هذا الملتقى، كيف شفت الملتقى وكذلك عن طريق من اشتركت وكيف سجلت في هذا الملتقى؟ تعرفت هذا الملتقى عن طريق صديق كان معكم هنا في قبل سنوات يعني ونصحني بأني أجي هنا وأنا مستانس أني سمعت كلامه. جميل. طيب خلني أسألك عن الملتقى وأبرز الفعاليات اللي فيه، وش كانت الفعاليات المميزة بالنسبة لك وكذلك كم كان مدة هذا الملتقى، خصوصا أن اليوم احنا في ختام هذا الملتقى؟ مدة الملتقى من العصر إلى قبل العشاء، وكان في برامج كثيرة من أبرزها برامج عامة وبرامج ثقافية وبرامج رياضية. البرامج كانت كثيرة وممتازة في كل النواحي، فمستانس أني سجلت وإيه أقترح أن الناس تحضر هنا. جميل. طيب يعني إيش هو أكثر برنامج تقول استفدت منه وطلعت المهارات أو يعني أفادك الملتقى في أنك يخدمك في مهاراتك خارج هذا الملتقى؟ فيه برنامج يعتبر برنامج يعني ثقافي، يجيبون لك ملقي وانت تدرس تجلس ويستفيد يلقى عليك كلام يعطيك معلومات تستفيد منها بحياتك في كل النواحي يعني. جميل جدا. طيب وش تنصح الشباب اللي في عمرك خصوصا في مثل هذا الوقت في إجازة صيفية، كيف ممكن ان الشاب يستثمر وقته في شيء يفيده وينفعه وكذلك يعني يستثمر طاقته في مثل هذه الأماكن؟ أنا أقترح أنه يقعد هنا لأن من مزايا هذا المكان التثقيف، وأيضا يعني يخلي الشباب يبذلون جهدهم طاقاتهم ويتعرفون على شباب آخرين. فأنا أقترح جدا جدا أقترح للشباب أنهم يستغلون وقتهم ويجون للوهج. جميل جدا، فعلك التوفيق وكل الشكر والتقدير لك على تواجدك معنا. الله يسعدك ما قصرت. دوما نحن هنا دوما نحن هنا. لما دعا للغرام الغرام الغرام جينا لراضيكم الحي يحييك هم وانتم نايمين راقدين واحترت راضي الغرام الغرام ولا أراضيكم حلوين وحيي جمعكم يا كرام وحيي جمعكم يا كرام وحيي جمعكم يا آل وهج الكرام أقول ألا لقد حل الكرام على الكرام أهلا وسهلا
شرفونا حبابينا وأهلا وسهلا شرفونا حبابينا وأهلا وسهلا سرعة شرفونا حبابينا ملتقى جدا جميل، في فعاليات كثيرة، في دروس، في رياضية، في أشياء رياضية، يعني الملتقى مليء جدا ورهيب جدا صراحة. طيب لو سألتك كيف سجلت في هذا الملتقى وكيف وصلت إلى الشباب في ملتقى وهج الموسمي، خصوصا أنه كان يعني بفعاليات متنوعة وكان عنوانه مطار وهج الدولي. واحد من أصدقائي أرسل لي رابط حق تسجيل وهج وسجلت، تواصلوا معي ودخلوني بالجروب وقالوا لي ترى البداية باليوم فلاني وكذا. يا سلام. متى كانت البداية لكم؟ كانت البداية كانت 15 ذي الحجة. جميل، يعني تقريبا في بداية إجازة الصيف. إيه الله الله. طيب إيش هي أبرز المهارات وال يعني الخبرات اللي استفدتها من هذا الملتقى، خصوصا أنه ينمي الشباب وكذلك يسقى المهارات ومواهبهم في أماكن مختلفة؟ والله استفدت من الدروس التي تقام، كانت دروس قيمة جدا ومكثفة رهيبة، واستفدت كذلك من الرياضات والعلاقات العامة، كان الصراحة يعني جدا جميل. دوما نحن هنا، دوما نحن هنا. يا مرحبا بوهج طويلين الأعمار، المطار مهد التطور والأمجاد، يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، يا عزوار ترحيبة تشبه تراحيب الأجداد، يا مرحبا واليوم شعت الأنوار وبحضوركم في الحفل ترحيب يزداد، والصلاة والسلام على نبينا محمد، نحييكم في حفل ختام منافسات مطار وهج التنافسي لعام 1445 وتتويج الفائزين من شركات وركاب درجة البزنس كلاس. لا أنصاف للحلول ولا للذلول ولا حضور لأي ملول في الحفل، في الحفل أنت الأول لكل الحلول، سنبين الليلة للحضور بكل ذهول. في الحفل الأخير من عملية إفرازات النتائج التنافسية المطار وهج 2023، نشكر جميع المشاركين على التفاعل والحضور بالبرامج المقدمة، ونحييكم مرة أخرى ونلفت انتباهكم بالتفاعل بالفقرات المقدمة للحفل. أما الآن فليتفضل رئيس هيئة المقاييس والجودة، حيوا معي الأستاذ أنس بن محمد السديس لتكريم الرعاة والمانحين. دوما نحن هنا، دوما نحن هنا. حيا هلا بالحضور الكرام، يا مرحبا، شرفتمونا وأنرتوا محلنا. أيها الحضور الكريم، يسعدنا ويشرفنا أن نعلن عن ختام برامج ملتقى وهج الموسمي بعد أن انطلقت شرارة البداية في الأيام الماضية، ويقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فبداية الشكر ودعم وتكريم المانحين والرعاة، نتقدم بالشكر الجزيل لإدارة مدارس السفراء الأهلية لرعاية واحتواء ملتقى وهج في مدارس السفراء. فليتكرم مدير ملتقى وهج الموسمي الأستاذ ياسر بهدل للمنصة لتكريم الرعاة. وليتفضل الأستاذ صالح البسام لتكريم المدارس، مدارس السفراء الأهلية.
بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا دوما نحن هنا. أخذنا العديد من اللقاءات مع الطلاب المشاركين في هذا الملتقى، ملتقى وهج الموسمي واللي كان بعنوان مطار وهج الدولي، وكانوا يعني أقاموا مجموعة من الفعاليات ومجموعة من البرامج المتنوعة، واليوم حنا في ختام فعاليات ملتقى وهج الموسمي، ولكن لابد أن نلتقي بأحد المسؤولين في هذا الملتقى. ينضم معي الأستاذ تركي ذياب مدير العلاقات اللوجستية. أستاذ تركي ذياب حياك الله وسعد الله مساك بكل خير. الله حييك ويبقيك ويرضاك، هلا وسهلا. يا مرحبا. في البداية انطباعكم عن ختام هذا الملتقى وكيف شفتوا الملتقى؟ والله اللهم لك الحمد، يعني بداية الملتقى كانت قرابة قبل 3 أسابيع من الآن، اللهم لك الحمد، يعني اللجان فعالة، الشباب شغالين من بدري بالتجهيز بالترتيب، تفاعل الطلاب، تفاعل مشرفين الشركات، أيضا الدعم اللي يحصل كذلك من الخارج، يعني حاجات كثيرة اللهم لك الحمد تيسرت. بارك الله. طب لو سألنا عن المستفيدين من هذا الملتقى، يعني كم وصلت الأعداد تقريبا من المشاركين سواء من المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية؟ تقريبا مجموع المشاركين يصل إلى 250 مستفيد، أعمارهم من تقريبا بالمراحل الدراسية من أولى متوسط إلى ثالث ثانوي، والملتقى كان بالنسبة لهم يعتبر ثري جدا اللهم لك الحمد، في توفير كثير من الخدمات اللي يطلبونها. طبعا هذا الملتقى يقام بشكل سنوي في كل إجازة؟ نعم، يقام تقريبا في كل سنة، يقام مدة تتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر تقريبا. جميل جدا. طب لو سألنا عن البرامج والفعاليات حتى يستفيد كذلك المشاهد اللي حاب أنه يشارك في مثل هذه البرامج، إيش هي أبرز الفعاليات والبرامج اللي تقدمونها للمشاركين في مثل هذه الملتقيات؟ تقريبا أولا الجانب المهاري في يعني وجود قامات مناسبة لمرحلة الشباب يقدمون عليهم كثير من الخبرات. الجانب الثاني الجانب الرياضي، جانب يعتبر جذاب جدا وسيلة جذب كذلك للشباب. الجانب اللي هو التفاعلي أو المسرحي كذلك هذا موجود، وجانب أيضا المنافسات الداخلية بين الشركات، هذا قائم على مدار النادي، وكذلك الجانب الإعلامي بشتى أنواع يعني طرق الاستفادة منها إعلاميا. طيب إذا تسمح لي في الختام وفي الأخير رسالة أخيرة توجهها لكل الشباب اللي يعني حابين يشاركون في مثل هذه البرامج لكن قد يكونون يترددون أحيانا أو ما يدري كيف يوصل إلى مثل هذه الملتقيات اللي تقيم مجموعة من البرامج المتنوعة والترفيهية. طبعا هو في كل سنة وهذا توقيته تقريبا، يعني تقريبا في كل سنة، لكن الجدير بالذكر أن الملتقى يقام لكافة يعني اهتمامات الشباب، ليست على فئة محددة، يعني الذي يأتي للملتقى يجد نفسه مثلا في الرياضي لكن لا يجد نفسه في مكان آخر، يجد نفسه هنا يجد نفسه هناك، لكن بإذن الله سيجد يعني ما يريد في هذا الملتقى بإذن الله. كل الشكر لك أستاذ تركي الذياب مدير العلاقات اللوجستية. الله يعطيكم العافية وشاكرين لكم تواجدكم معنا. دوما نحن هنا دوما نحن هنا. إذن المشاهدين الكرام إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية، تغطية اليوم مليئة ببرامج متنوعة بفقرات مختلفة وكذلك بحضور كبير من ملتقى وهج الموسمي، هذا الملتقى اللي يقام في إجازة الصيف لاستثمار أوقات الشباب في ما ينفعهم وكذلك في إقامة مجموعة من البرامج الرياضية والثقافية والبرامج المختلفة المتنوعة. نصل وإياكم الآن إلى ختام هذه التغطية، شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، على أمل أن نلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة أخرى. إلى ذلكم الحين استودعكم الله كمان. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا منكم لكم وبكم دوما نحن هنا دوما نحن هنا.